عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد من كل عاشق عشق لبدان اللهم احرق كل عاشق في الأرحام اللهم عليك بكل جان في الأرحام بسم الله يدمر الجن بإذن الله بسم الله يحرق الجن بإذن الله بسم الله يحرق الجن بإذن الله أف لكم ولما تعبدون من دون الله أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه اللهم اسحق كل عاشق في الأرحام اللهم دمر كل عاشق في الأرحام عطل الولادة والإنجاب اللهم دمر كل عاشق عطل الولادة والإنجاب سكن الرحم سكن الأرحام بسم الله يدمر الجن بإذن الله اللهم اسحق من سحق الأبدان ودمرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله أندادا يحبونهم كحب الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله أكبر من كل جن مسلم عاصي سكن الأبدان بسم الله يحرق الجن بإذن الله يحرق الجن بإذن الله